طيب، يقول ما حكم ذهاب المرأة لما شنو قوية هذا؟ استغفر الله، هم لي سأل السؤال هذا، أنا مستحي أقرأ. قل ما حكم ذهاب المرأة لمعاهد تعلم الرقص الشرقي؟ وش الحكي؟ الله المستعان، يعني سؤال غريب حقيقة جدا. وفي حل ثاني تقول لا تجيب المرأة تعلمها بالبيت. يعني هذا الله المستعان، يعني لا شك أن هذا الكلام فاضي وباطل، وهذا يدل على فراغ الناس وعلى ضياعهم وعلى يعني تفاهتهم حقيقة اللي يقوم بمثل هذا الأمر حقيقة. يعني تذهب إلى معهد لتتعلم الرقص الشرقي، يعني كنا الرقص الغربي حرام والرقص الشرقي حلال. يعني ما أدري، يعني هذا الكلام يعني حقيقة يعني غريب جدا، صلى الله العافية. لا يجوز، قطعا لا يجوز هذا الأمر، تعلم الرقص وهذا الأمر لا يجوز. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.